إلى ذلك استغلت المديرية العامة لإدارة السجون فرصة احتفال الجزائر بيوم العلم لتنظيم أنشطة علمية وتكوينية لفائدة نزلائها بأغلب المؤسسات العقبية. التفاصيل في ميكروفون جمال الدين بوشة. منذ 2004 وعدد النزلاء المسجلين في التعليم يزداد من سنة إلى سنة، وعدد الناجحين في شهادات البكالوريا وشهادات التعليم المتوسط أيضا يزداد من سنة إلى سنة. العفو الذي يصدره فخامة رئيس الجمهورية كل سنة للناجحين في البكالوريا وفي التعليم الأساسي والتكوين المهني، ثم يليها بعض الإجراءات التي أخذها السيد وزير العدل حافظ الأختام مثل الإفراج المشروط والحرية النصفية إلى ثم تحفيزات أخرى مادية وعائلية وداخل المؤسسة العقابية. قيدت بالعلم ودرست بمساعدة الإدماج، درست التعليم الثانوي، انتقلت من السنة الأولى سنة الثانية ومن السنة الثانية سنة الثالثة، وفروا لنا باش نجتازوا امتحان البكالوريا تحصلت عليه، والآن هما اكتفوا بتسجيلني في تسجيلي في الجامعة، ونروح نزاول الدراسة تاعي يوميا، نروح الصباح ونعاود نولي العشية.